هذه يا شريطة كان يحتفظ بها. سي عماد الأزرق، ابن الشيخ الأزرق، احنا معناه شكون الشيخ محمد الأزرق؟ معناه محمد بن محمد الأزرق، مولود سنة 27، متزوج وعنده زوج بنات وليد، فهمتني؟ درس بجامع الزيتونة، ثم هاجر سنة 1948 للجهاد في فلسطين، ثم هاجر ثانية فارب ربوع مصر وسوريا والبلاد العربية داعيا إلى الله، عمل جنبا إلى جنب مع المجاهد المرحوم محي الدين القليبي سنتين. الشيخ احمد الازرق معناه كان من الفلاجه، معناه كان من العباد كان اللي من الفلاجة، كان من الفلاجة، وهو كان معناه من الجماعة اللي شجعت الثوار التوانسة باش يهربوا للجبل. هذا مش معناه فلاجة، هما كانوا هربوا للجبل للمقاومة، لتكوين عصابات للمقاومة، معناه لمقاومة الاستعمار، فهمتني؟ وكان معناها في معناها مستهدف من البوليس السياسي، لأنه كان معناها يأثر في العباد اللي باش تخرج للمقاومة وتطلع للجبل اللي هم يقولوا لهم الفلاجة، وكان حتى معناها يزودهم بالذخيرة والماء والأكل وغيره وغيره، فهمتني؟ فعلا. قلنا دونك نرجع، خرج سنة 50 إثر حادث بن جذاب، مشى ليبيا ومصر وسوريا والبلدان العربية، عمل جنبا إلى الجنب مع المجاهد المرحوم محي الدين القليبي بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي. المقالات بجريدة منبر الشرق ومجلة الدعوة والهدف اللبنانية والأيام السورية، كما هاجر فارا من الاستعمار إلى طرابلس حيث تبنته قبيلة قماطة وأصبح معروفا باسم أحمد القماطي، وعمل محررا بجريدة طرابلس الغرب، ثم شغل منصب كاتب عام بنظارة المواصلات أيام الملك السنوسي. أثر ذلك تعرض لمضايقات من أجل مقالته المناهضة للملوكية في ذلك الوقت، فغادر إلى الجزائر ثم إلى المغرب، أين أنشأ حركة البعث الإسلامي بالمغرب، ومن هناك إلى سوريا، أين درس الأدب العربي بثانوية معاوية والمأمون بحلب، وبقي هناك إلى سنة 56، وكانت تونس قد نالت استقلالها الداخلي. تدخل له صديق يدعى الفضيل الورتلاني، وكان على صداقة بالرئيس بورقيبة، فوعده هذا الأخير بالعفو عليه وبإمكانية عودته إلى أرض الوطن. والعفو عليه شو معناه العفو عليه؟ لأنه هو كان من أنصار، ومن أنصار اليوسفيين، لأنه يعني كان يوسفي وكان يتعامل مع صالح بن يوسف في الوقت ذلك. ووقعت حتى كونه معناه محاولة اغتياله من طرف البريغاد روج، اللي يقولوا لهم بريغاد روج معناها الألوية شو اسمه الحمراء. أي الألوية الحمراء، اللي هو وقتها شو اسمه بشير زرق العيون، فهمتني؟ أي نعم. اللي حاول باش يقتله وضربه بالكرتوش، ولكن ما ألطف الله تضرب وما ماتش. وقتاش هذا عامش؟ هذا عام على ما أظن في عام 53، يقول لي على حاجة كمان، ما عنديش هذا مش قبل الاستقلال يعني، أي فهمتني؟ وأنت حدثتني قبيلة سي عماد انه الوالد كان كاتب زاده اي يعني، او و باش نوصلوا او باش اي نوصلوا معناها. دونك قلنا كونه دخل له هذا الصديق الفضيل الورتلين اللي كان عنده لدوب الناسيوناليتي وكان على علاقه ببورقيبه، فهمتي؟ باش ينجم يروح لبلاده، ووعده باش يعفو عليه، وعند عودته القي عليه القبض بالمطار وسجن لمده سنه، ثم وقع صدع في انشاء مجله الاذاعه التونسيه، وكان له أركان قارة منها أبو دولامة، يناس دلوني إلى آخره. كما اختص بتأليف واقتباس مسرحيات كانت تذاع ليلة الأربعاء على موجات الإذاعة، إلى أن اكتشفت مؤامرة 1962، فزج به في السجون، وبعد حوالي سنتين أفرج عنه ووقع فصله من عمله، وحرم من العمل في القطاع العام، وحرم من جميع حقوقه ومن مغادرة البلاد. أنا اشتغل بعد ذلك بالتجارة وأسس شركة للتوريد والتصدير، وبقي يحرر للصحف مثل الصباح، الرأي، وخاصة مجلة المعرفة والمجتمع التي كان يحرر فيها بانتظام وتحت اسم مستعار أبو عماد حر أمل. وكان معروفا بالحلقة المفقودة، يعني كي تقول له شكون أبو عماد يقول لك الحلقة المفقودة.
ثم وقع التضييق عليه في السنوات الأخيرة مع رفض الإدارة لكل رخصة في التوريد يتقدم بها، وذلك بسبب نشاطه في مناهضة النظام الحاكم. في سنة 82 كلف بمهمة كاتب عام لنقابة الموردين والمصدرين، وكان له لقاء بمحمد مزالي الذي منحه جواز سفر وشهادة عفو لاسترداد حقوقه. في نفس الفترة غادر أرض الوطن على متن شاحنة 404 باشي، وانطلق في رحلة برية حملته إلى المملكة العربية السعودية بعد مروره بعدد من الأقطار العربية والأوروبية كالجزائر والمغرب، ثم إسبانيا وفرنسا، فالحدود اليوغوسلافية، فبلغاريا، وصول إلى تركيا، ثم سوريا والأردن، ومنها مباشرة إلى السعودية. أين تحصل على الإقامة؟ وعين عضوا برابطة العالم الإسلامي بجدة، مكلفا بالقضية الأفغانية أمام أيام الاجتياح السوفيتي. فانطلق في رحلات مكوكية حملته إلى عديد الدول العربية، أين استقبل استقبالا رسميا، وذلك للتعريف بالقضية الأفغانية ولتوفير الدعم المادي واللوجستي لهم. نعود الآن إلى أيه. صحيح سألتني على الكتابات، كان يكتب، وأغلبية كتاباته ما تنشرتش لأنه كان ممنوع من النشر والكتابة. كتب كتب كتاب برشا كتب تختص في السياسة، في الأدب. أغلبية كتاباته هما معناها، وهو كاتب مسرحي يعني، ويعمل اقتباس، لأنه يعني حتى المسرحيات اللي عندي تو واللي هم مخطوطات مازالوا فقط بالقلم بتاعه، فبدي مقتبسين يعني حاضرين للإخراج. من كتاباته أهم، مانيش باش نسميهم الكل يعني، ما نحفظهمش بصراحة، فهمتي ولا، لكن اللي نحفظه هو فما معناها فما كتاب مهم جدا بالنسبة لي، أنا نعتبره مهم جدا وقيم جدا. تقريبا وقع تأليفه في سنة 78 79، يعني في الوقت ذاك أثر معناه أمر رئاسي صدر عن الحبيب بورقيبة بهدم الجامع الكبير بالكاف وتحويله إلى كنيسة يهودي. فخرج الوالد معناها وقام بال معناها ب معناها غطى الموضوع وبالصور وفما حتى ما فما صور عمل دي كاريكاتير، فهمتي ولا لا، وكيفاش يهدموا فيه بالتراكس داخله تهدم في المحراب بتاع الجامع او كل شيء. والكتاب هذا يحمل تونس الاصنام، عنوانه تونس الأصنام. عنوانه تونس الاصنام، كتاب قيم جدا جدا، يعني مؤلف كبير من تقريبا 200 ولا 250 صفحة. مازال موجود أثر الكتاب هذا في حد؟ مالوريزمون لا، لأنه الكتاب هذا وقع الاستيلاء عليه من طرف البوليس السياسي أين؟ عند مداهمتهم لعدة مرات، داهموا البيت بتاعنا مش مرة باثنين، يعني عدة مرات. دونك هزوا برشا وثائق، منها الكتاب هذا اللي أنا افتقدته، واللي بالنسبة لي أنا معناه يعتبر كتاب قيم جدا. أي نعم. والباقي معناها حتى اللي قعد، لأنه تلمو فرتوه يعني، ورقة هوني ورقة هوني، يحب لهم إنسان مختص، لأنه فما معناها كي نقول لك معناها، إذا كان نحسبهم في المقالات مش الكتب، المقالات اللي هم ما تنشرتش، كان ربما نكون مبالغ كي نقول لك فوق 5000 مقال، إذا مش أكثر، فهمتني، اللي هما ما تكتبوش واللي هما معناها ينجموا يكونوا يتجمعوا يوليوا معناها يدخلوا سو فارم دو بروشور معناها، لانهم يعني كلهم يتريت ابري لو ميم سوجي، مي كيما نقولوا مثلا هذا مقال فيه 3 باج، الاخر فيه 5 باج، وهما كلهم يحملوا عنوان واحد، اللي هو فما اون سيري تحمل عنوان غدوة، وهذه عندها قصة نحكيها مرة أخرى، وفما سيري واحدة أخرى تحمل عنوان الحلقة المفقودة، فهمتني؟ فوقع جلبه في 28 أود 86، وقام بالاعتراض على الحكم، وعين الجلسة بتاريخ 22، هذه 28 مش 22، هذه 29، هذه غلطة، 29 أود، التي انتصبت 10 صباحا بالمحكمة العسكرية وتواصلت إلى 2:30 فجرا. ونلفت انتباه القراء أنه في حدود الساعة 2 صباحا سمع صوت المراسيم يتدخل الحاجب فجأة يوشوش في أذن القاضي، أيه. الذي رفع المحاكمة لنصف ساعة ثم عاد لقراءة نص الحكم الذي نزل على الحضور كالصاعقة.
فهمتني. المهم والغريب في هذا الملف انه احيط بغموض كبير وتجاوزات لا تحصى ولا تعد. نذكر الاهم منها ان تنفيذ الاعدام وقع قبل صدور القرار التعقيبي. عمركم مش سمعتوا واحد يعدموه قبل ما يصدر الحكم، فهمتني، دون احترام الاجال القانونيه ودون اللجوء الى العفو الرئاسي. اي باسمي وباسم عائلتي اناشد التونسيين كذا، او ما طالبنا، نطالب وزير العدل بالاذن لاعاده النظر في القضيه التعقيبيه المسجله تحت عدد 21040 بتاريخ 2/9/86 وذلك في مسارها الصحيح وحسب الفقره الرابعه من الفصل 277 من مجله الاجراءات الجزائيه. كما نطالب وكيل الدولة بالمحكمة العسكرية إعادة النظر في القضية عدد 49687 بتاريخ 29/8/86 لكي تتم المحاكمة بصورة عادلة وبناء على المقتضيات القانونية. ثالثا، نطالب برد الاعتبار للشهيد ولعائلته. رابعا، نطالب بتسليم جثة الشهيد وممتلكاته ومستحقاته. خامسا، نطالب المملكة العربية السعودية بالاعتذار رسميا للورثاء. سادسا، نطالب المملكة العربية السعودية بإيضاحات حول عملية التسليم والصفقة التي تمت بخصوص ذلك. سابعا، نطالب كل من الدولة التونسية والمملكة العربية السعودية بدم والدنا حتى تسود العدالة ونتمكن من رفع مظلمة على رجل ظلم في كل مراحل حياته، ونقول قد حققنا مطلبه الأخير، خذوا لي حقي ولن أتسامح في أي قطرة من دمي. الكارت كونسيلير بتاعه والتصحيح بتاعه موجود وعندي الوثائق، فهمتني. لو ميم كونسو هو اللي صحح في بطاقة العبور بتاعه اللي باش يروح بها لتونس، وهذا بعد بطبيعه اللي هو لو كونسول اللي يعود بالسفاره، والسفاره تعود الى وزاره الخارجيه، واللي وزير الخارجيه في الوقت هذاك هو سي الباجي اللي ما يقود في حتى سبسي. وفي فيفري عملت مطلب يعني خرج في فيفري قدمنا المطلب الاول، فهمتي ولا لا، لمصلحه اعاده النظر بالطبق الثاني بوزاره العدل في عهد الباجي قايد السبسي. مشينا وجينا مشينا وجينا مشينا وجينا، ما فما حتى اجابه لا بالرفض ولا بالقبول. عاودنا عملنا التذكير في جوان، ما خذينا عليه حتى معلومه. صبيت ملف في الوزاره الاولى، وصبينا ملف عند وكاله الدوله، وصبينا ملف عند المحكمه العسكريه، حتى واحد ما عطانا اجابه لا بالرفض ولا بالقبول. المهم كونه حتى معناها استعملوا معايا، حتى معناها سي الباجي قايد السبسي حاول حتى باش يستعمل معايا طرق لاسكاتي، ولي مش لازم نحكيو فيها تو، يجي نهار نحكيو فيها قدام العداله. المهم لانه يعني وصلت الملف نتاعو، الملف نتاعي وصلته له لدارو عن طريق حد مش لازم نذكر. وصل له لدارو. شنو كانت ردة الفعل؟ يحكي لي هو والله اعلم، انا ما كنتش حاضر. قرر وشد الدوسي طيشه على طوليد وقال له هز علي القنبله من قدامي. والله اعلم. المهم وحاول، معناها صارت محاولات الانتيميداسيون، تهديد مباشر ولا مباشر وغير مباشر. اما ما نحبش نقول هذوما ما نحتفظ بهم نهار اللي نقف قدام حاكم تحقيق. فما قضيه حاليا مرفوعه باجي قايد السبسي، قضيه ضد السبسي وضد مصطفى بعزيز وضد راهو الموضوع يطول شرحه. اذا كان باش نقول لك على مصطفى بعزيز باريزامبل اللي هو اللي ترأس المحكمه العسكريه وهو اللي حكم بالاعدام، الحكم الغيابي الاول اللي كونه بعد ما بعد ما تم تنفيذ الاعدام في والدي بنهارين ترقى الى جنرال، هذا يعرفوه الناس كل. فهمتني، لانه خدم الدوسي هذاك معناها الى سوتي تقريبا يجي سي جراد، فهمتني، معناها من ملازم ولا من مش عارف عليه شنو هو وقتها ورتبته عقيد ولا مش ما نعرفش انا الرتب العسكريه الى جنرال طول. هذا واحد. طالب زاد كيف كيف معناها التحقيق ومع البشير المدب اللي حكم عليه في المحكمه في الاعتراضي اللي هو بوسي هشام المدب الناطق الرسمي سابقا بوزاره الداخليه.
فهمتني؟ دونك باش تربط الخيوط شويه اي معناها فهمتني؟ الخيوط علاش متشابكة. معناها مده عام واربع شهور وعام وثلاثه شهور وهما معناها الدوسي بتاعي معناها يحاولوا باش يسكتوه ما يحبوش يشوفوه. هذا معناها المراه الكاتبه اللي شاده المسؤوله على مصلحه اعاده النظر هي اللي صرحت بهذا وقالت لي وليدي راهو الدوسي نتاعك الوحيد، يعني عندي توا 30 سنه خدمه ولا 25 سنه خدمه، قالت لي مانيش فاهمه الدوسي ظهر فيه فما عباد ما تحبوش يشوف النور. ويفكتيفمون لانه الناس هذوما الكل اللي انا سميتهم كما قلت لك معناها بشير المدب و اسمه مصطفى بوعزيز و ما نستحضرش الاسامي نتاعهم، هما خمسه اشخاص اللي ذكروا وكل ما نسي معناها سيدلي بهم التحقيق سيكشفوا عنهم التحقيق يجبدوا وتحفظ تحفظ المره الاولى والثانيه والثالثه. والملف الاول اللي انا قمت به في فيفري كان نقول لكم على حاجه باش تضحكوا، انا طالب مقدم مطلب في وزارة العدل لإعادة النظر في ملف القضية حسب المجلة الجزائية حسب القانون التونسي الفقرة معناها القانون عدد 277 الفقرة الرابعة. تو كان الأساتذة والمحامين يسمعوني تو يطلعوا لي في إعادة النظر يعطيني الحق قانونيا أنا كوارث الشخص هذايا اذا ثم اي معلومه ولا اي حاجه ولا حكم معناها كان جائر وخاصه بالاعدام وغيره وغيره باش انا نعاود نحل ملف القضيه واخراج الرفات زاد وتخريج رفاته بيصير تسليم رفاته معناها وكيفاش نحب نعرف معلوماته كل كيفاش تم معناها قتله اذا كان ريال ما قتله ورفاته اذا كان مات. لكن كما قلت لك معناها تحفظ الملف. وفي شهر في شهر نوفمبر اللي تعدى نوفمبر ولا في نوفمبر يجيني استدعاء من عند فرقة الأبحاث العدلية بباب سويقة. نمشي نتقابل أنا والسيد رئيس فرقة الأبحاث، هو بيدو معناه دايخ مش عارف شنو باش يحر عليه لأنه حاطينه الاستنطاقي والتحرير علي. هذا وكالة الجمهورية بعث البعث معناها أنا ما طلبتش ما قمتش بشكاية، أنا طلبت إعادة النظر في الملف اللي هو نورمال مو حسب القانون وحسب مجلة الأحوال الجزائية يتحال إيميدياتمون لآخر معناها مرحلة فيه اللي هي محكمة التعقيب، يتحال محكمة التعقيب وإعادة النظر نورمال مو هو الملف ينظر فيه وزير العدل ويعطي ترخيص معناها يصح عليه فهمتي ولا باش يتحل للمحكمة التعقيب كونه يخرج من المحكمة من الملف يخرج من وزارة العدل يمشي لوكالة الجمهورية، وكالة الجمهورية تحيله إلى معناها فرقة الأبحاث العدلية في طور شكاية. أنا ما قمتش بشكاية ولا تتحولت إلى شكاية، هو عطيت أبحاثي وكل شيء وقع التسليم هو حتى رئيس الفرقة العدلية قال لي راهو لأول مرة تصير حاجة كيما هكا بورتون معناها المطلب من فوق ظهر إعادة النظر في الملف فهمني معناها قال لي ظهر لي هذايا الجماعة يحبوه ياخذوا ديتورنمون باش ياخذوا برشا وقت ويربحوا في الوقت فهمني أو معناها من فيفري وصل لي ليا أنا في نوفمبر أنا باش نرجعوا للمحكمة يضرب ثلاثة شهور باش ينظر فيه حكم تحقيق خطلو شهرين أخرين معناها من هنا ل 2014 ما نوصلوش الحل فهمني دونك هكا معناها أنت طلبت باش نشوفوا الملف أنا قاعدين نشوفوا فيه أنا نبعثوا فيه فهمتني ولا دونك وسلمني الملف عن طريق الأستاذ سلمه للأستاذ نتاعي دوما وما وصبيناه معناه بشق الانفس باش وصلنا صبيناه في وكاله الجمهوريه ولحد اليوم الحكايه عندها اكثر من شهر وانا ننتظر شنو مآل الملف هذا.